دي آخر حاجة وصلنا لها لما خلصنا البيلدينج الليلة ده. برضه خلينا نفتح الصورة عشان نبقى فاكرين الموضوع عامل ازاي. ادي الصورة اهي. تعال نبدأ نتكلم عن الشيد ده بقى. الشيد ده عامله ازاي؟ الحتة اللي هنا دي طبعا احنا قدرنا نعمل الجزء اللي فوق اهو، صح؟ اهو اللي هو ده، هاخده كده ايه Alt Q عشان ابدأ ايه اشتغل عليه. طيب دايما عود نفسك لما تيجي تفكر في اي موديل ابدأ فكر في الشكل العام الاول، بعد كده خش في تفاصيله. يعني ايه؟ يعني دايما ما تخليش لما تشوف موديل كده تقول الباترن بدأت ازاي، لا خالص، انت ابدأ من الدايرة الاوسع، يعني الشكل نفسه حدوده اتعملت ازاي، بعد كده خش جوه، بعد كده خش جوه، بعد كده خش في شكل الباترن، بعد كده خش في العصب بتاع شكل الباترن، بعد كده خش في الماتيريال بتاعت الباترن. فاهمين قصدي؟ يعني اوعى تبدا دايما عشان خاطر ايه، لما لو بدات بالتفصيله هتتوه، لان التفصيله ممكن اعملها بكذا بكذا بكذا، فانت هتتوه وتبدا منين. فخلي دايما سؤالك الشكل ده اعمله ازاي، الحدود نفسه اللي انا هشتغل عليها. فاهمين قصدي؟ مثلا هنا الشكل مثلا ده هعمله ازاي، لما قلنا بالجيوسفير الشكل عموما البيضه نفسها مش الباترن، ما بتكلم ما بفكرش في التفصيله. فاهمين قصدي؟ فانت خلي دايما تفكيرك بالمنظر ده. طب انا الحدود دي اعملها ازاي؟ ده عباره عن ايديت سبلاين عملت له اكسترود. ممكن اجي كده اطبق ايه موديفاير الايديت بولي، بعد كده امسك البوليجون اللي فوق اللي انا عايز ايه اقطع فيه المنظر ده، وممكن بالكويك سلايز، صح؟ الكويك سلايز دافع رازع خط كده وخط كده وبتاع. فممكن اقوم جاي كده هنزل على الكويك سلايز، هو مثلا ايه حاجه كده اهو، اكون حاجه كده مثلا، اكون حاجه مثلا موزيل كده، اكون حاجه كده. يبقى انا حددت ليه الجزء ده، بس عايز اعمل الجزء ده. يبقى انا قدرت احقق الايه البوليجون زي، اقدر امسكها اعمل لها ديتاتش افصلها. حلو، انا كده عملت الايه الحدود. اعمل الشكل ده ازاي؟ اسمه تسليت موديفاير. تسليت ده مهم جدا، خلي بالك. بس انا لو جيت دلوقتي قلت له تسليت، هو ما عندوش غير وان بوليجون. انا قلت له دلوقتي تسليت كده اهو، قلت له تسليت مش هي دي، يعني هي دي صح؟ بس عمل ايه بقى؟ خدها كلها عملها واحدة يعني. طب انا اعمل ايه علشان يديني كذا واحدة؟ محتاج ازود سيجمنتس. هو بسأل نفسي وبجاوب، انا عشان ازود التسيليت محتاج ازود سيجمنتس عشان يقسم البوليجونز. فانا هعمل ايديت بولي جديد موديفاير تاني اهو عشان تبقى في خطوة، صح؟ كل اللي انا هعمله ان انا امسك مثلا ده وده بالظبط واقول له كونكت اتنين مثلا. ممكن اقوم واخد دول كمان، واخد دول كمان بالمره، صح؟ ممكن اقول له واحد ميبي، مش عارف، ممكن اقول له واحد مثلا، ممكن واخد ده وده وده اقول له كونكت. انا بجرب عشان لو ما عجبنيش اشيل الموديفاير، ساعتها ممكن اقول له تسليت. ممكن هو، بس خلي بالك ده لو بصيت وركزت فيها تلاقيه 3D، ده مش ملزوق، ده حاجه متجسمه وبارزه كده. فانا هعمل ايديت بولي كمان. انتوا واخدين بالكم انا بعمل ايه يا جماعه؟ كل خطوه في لاير عشان لما الدنيا تبص في حته تظبط معايا في البيت. فهاجي كده مثلا اقول ايه امسك النقطه دي، سوري ده المفروض بعد التسليت، انا اسف، شايفين؟ بعد التسليت امسك النقطه دي مثلا، النقطه دي صح؟ تعالى اقول لك على حاجه جميله كده. لما باجي بعمل موف لو خدت بالك هو بيحاول يسموث، طالما السواد الجريدينت ده موجود يبقى هو نفسه يسموث. انا مش عايزه يسموث، انا عايزه هارد، عايزه يبقى ناشف كده ومتكسر. لو انت في اي حاجه في الايديت بولي، في عندي تول بار هنا اسمه الريبون،
ريبون في تول بار هنا كده اسمه اللي مكتوب عليه موديلنج فريم مش عارف فري فورم سيلكشن ده ادفانسد اديت بولي ده في الادفانسد بولسز بنتكلم فيه على الموديلنج اللي في الريبون في اخر حاجه خالص اسمها بروبيرتس شايفينها انا بقول له هارد بص هو بقول له هارد شفتوا الفرق ما بين ده وما بين ده بيبدا يكسر لي الموضوع اكتر ففي الريندر احس ان الموضوع ايه هارد شايفين الضلوع مش عارف اللي هنا دي رغم ان هي مش واخده عصب بس متاكد عليها قوي اهي الضلوع اللي مش سموث يعني العصب بتاعها في عصب او لونه ابيض ستيل كده اخد نسخه منه رايت كليك كلون كوبي اور انستنس كوبي وطبع عليه بالظبط طبع عليه لا تسمو ديفاين ايه المنظر ده اقول له ستراتس بس وصغر العماره طيب جميل في طبعا اعصاب شايله دي عباره عن ايه الاعصاب دي سلندر يعني ما تعقدش على نفسك الامور مش معنى ان السؤال يبقى صعب يا اخي دي سلندر طبعا مش محتاج اعملها يعني انت عارف ازاي تكريت سلندر وتوزعها ازاي وتكبرها كبرنا طيب ازاي اعمل اللينك ده اللينك ده واللينك ده او واخد ده رايت كليك ده الازاز رايت كليك كلون كوبي اهو خدت منه نسخه الت كيو كنافه بقى حط ايديت بولي كده كويك سلايس كده وبقى ايه انت ودراعاتك اهو بقى كده طب عليه ايه لاتس كودي الهم ستراتس 2 من 10 ممكن ازود اقول له سموث وازود السايز عشان اقلبه ريدي يبقى انا كده عرفت اعمل ايه دي الثانيه اختها اعمل دي ازاي خلينا اجيبها لك من الزاويه الثانيه عايز اعمل الباترن لان الباترن هي اللي بيتاكل منها وبيضاف اليها اعمل الباترن ازاي هي كده سيليت دي ودي ودي اه هي دي صح ايوه بالظبط عايزه تصغر عددهم يزيد بزود سيجمنتس من تحت يعني انا تسيليت لما جربته على واحده اداني واحده عملت ايه رجعت الايديت بول اللي تحت زودت له سيجمنتس فالتسيليت عدده زاد فانا محتاج ارجع للجي سفير بص كده انا قايل له شو انت اهو اهو كل ما بزود سيجمنتس كل ما العدد يزيد لحد ما اقول تمام انا الدنيا جميله صح يعني انا ممكن كده اطبق لاتس موديفاي اقول له ستراتس 2 مثلا ماشي كل اللي جاي بعد كده كلونه هتعمل طيب ادي اللاتس انا عايز اخلي دي سوليد ودي فويد اخد شويه امسحهم على طول صح هرايت كليك اكلون هكوبي هشيل اللاتس اهي صح هاجي كده بالايديت بولي احط عليه ايديت بولي همسك شويه بوليجونز وامسحها وما اديها شل بس طبعا الشل اخليه لجوه عشان اللاتس يبان لجوه كده اهو حلو انا كده عملت الكفر جميل في جوه قصه بقى في جوه بيضه خليني احكي لك حكايتها مقشوطه من فوق يعني في هنا هوا واخده ازاز والباترن مطلع رميس كده من جوه يعني واخده لون اسود اتاكد عليه هبدا من الكبير واخش في الصغير انا عندي بيضه صح يعني اعمل ايه يعني اخد اللاتس ده الكامل صح رايت كليك كلون كوبي شيلت اللاتس
لو بصيت هتلاقي فيه جاب. برافو عليكي، هو عامل لها سكيل، سكيل صغنون خالص كده، بقى فيه جاب اهو، شايفين؟ ايوه اقطع منين؟ عايز اقطع كده، سلايس بلين، هاجي كده من السلايس بلين، احدد الليفل اللي عايز اقطع فيه، اقول له ريموف توب، صح؟ اهي فن. عايز اعمل ده ازاز، اطبق مين؟ ايديت بولي، ايديت بولي، همسك ده واقول له كاب، بعد كده امسك البوليجون ده واقول له ايه؟ دي التاتش. او طبعا لو انت عايز تعمل حدود الكلام ده ممكن تقول له انسيرت كده، بعد كده تقول له اكسترود كده، ده راجل بتفصيل اهو، وبعد كده اقول له دي التاتش، بعد كده ياخد ازاز. في حاجه بقى اخر حاجه بقى، الباترن نفسها من جوه واخده لون اسود، فانت حاجه من اتنين، يا اما تاخد مثلا تيجي تمسك الايدجز دي كلها كريت شيب فروم سيلكشن تديها نيفر اندر بسيط وتاخد لون اسود كماتيريال، دي طريقه صح. تعال ارخم عليك اكتر واقول لك بقى ان الخطوط السوداء ديت غطسه لجوه. ايوه غطسه لجوه، غطسه لجوه يعني عرموس، عارفين يعني ايه عرموس صح؟ من العرميس الراجل بيجي بصباعه في المحاره كده يقوم في مصر، فمن بره ليها طول، يجي يقوم شايل كيف يعمل عرموس. ازاي اعمل عرموس؟ امسك الايدجز اعمل لها اكسترود لجوه، هو صح، بس مش عارف هل اللي انت قصداه ولا لا. انا لو مسكت الايدجز عملت لها اكسترود بيديني حاجتين، شنفر ثيكنس العرموس، واكسترود اللي هو العمق بتاع العرموس. يعني لو جيت كده قلت له كده بصوا بيعمل ايه، شنفر واكسترود اهو. هتقابل لك مشكله بقى دلوقتي، عايز اديله لون اسود، يعني عايز امسك البوليجونز اللي جوه دي، البوليجونز اللي جوه دي عاملها ديتاتش عشان اديها لون اسود. هجيب البوليجونز اللي جوه دي ازاي؟ اقول لك على حاجه جميله قوي، ليه البولي بيقول لك ايه؟ بيقول لي لو انت ماسك ايدج معين ونفسك تمسك البوليجونز بتاعته، او ماسك فيرتكس وعايز تمسك البوليجونز بتاعته، لو ماسك اي حاجه وعايز تجيب البوليجونز، او العكس لو انا ماسك بوليجونز وعايز اجيب الايدجز بتاعته، لو انت ماسك اي حاجه وعايز تجيب الحاجه بتاعته قبل ما تدوس عليها من هنا دوس كنترول. بص انا دوست كنترول بوليجونز، بص عمل ايه؟ جاب لي البوليجونز بتاعت الايدج ده، ولو انا دوست كنترول الايدج هيجيب لي الايدجز بتاعت البوليجون ده. اقدر دلوقتي اقول له ايه؟ ها؟ ديتاتش، اوكي؟ اقدر امسكها جوه كده بالام، ده بالنسبه لقصه الايه؟ الباشا. طيب فاكرين زمان لما بدات الكورس قلت لك اهم حاجه عندي في الموديلنج هي السيجمنت صح؟ قلت لك السيجمنتس كل ما بتزيد كل ما الموضوع بيبقى سموث، كل ما يبقى افضل، بس في مشكله بتقابلك ان عدد البوليجونز بيزيد، كل ما عدد البوليجونز بيزيد الفايل بيبدا يتقل. طب يا باشمهندس اعرف منين ان الفايل بيتقل؟ واعرف منين ان البوليجونز زادت عن اللزوم؟ واعرف منين ان انا في مرحله خطر وممكن الفايل يضرب مني في اي وقت؟ حضرتك لو انت واقف في برنامج الماكس ورحت دوست على رقم 7، مش اف 7 لا جاست 7، في داتا بتبدا تظهر لي كده على الشمال. دايما وانا شغال بخلي الرقم ده موجود قدام عيني. اول حاجه واهم حاجه عندي او موجود هنا كلمه بوليز، شايفين؟ بوليجونز يعني كام بوليجون. انا عملت الموديل بتاع البروجكت ده بالكامل وحطيت الشجره وحطيت الاوبجكت دوت وهو 775,000، يعني ما وصلتش لمليون. هو ده رقم كويس جدا، ده انجاز. طبعا من الحاجات اللي ما تحسبش بالنسبه لي كبوليجونز الانيبل ان ريندر انيبل ان في بورت، فكتر منها اي حاجه انيبل ان ريندر زيرو بوليجون ما بتتحسبش، تمام؟ فكتر من ده كتير يعني. طيب طبعا خليك عاقل وانت شغال، يعني حاجه مش مستاهل ان انا ازود لها سيجمنتس خلاص، لا مستاهل وضروري ولازم يبقى سموث، لا زود، تمام؟ طيب لو انا مسكت الشجره دي الت كيو، معرفش انتوا خدتوا بالكم ولا لا، كده كانت 795، انا بعمل الت كيو كده في رقم بي اهو 466 من الشجره بس. يعني انا لو جيت كده
فرض يمسك الشجرة ده ديليت، المشروع وصل ل 300,000. يعني ايوه الشجره الواحده عملت معايا 400,000 بوليجون، يعني نص مليون تقريبا. الشجره دي لو انا قعدت اوزعها ابقى عملت ال 50 مليون وانا قاعد بعملش مشروع. يعني انا عم بوزع في شجر كده جبت ال 50 مليون مثلا. يعني طبعا انت لو بصيت على الصور هتلاقي ان انا في شجر كتير، ده طبيعي اي مشروع في الدنيا مليان شجر. طيب انا لو عندي مثلا 100 شجره في نص مليون، ادي خمس، ادي كده ال 50 بتاع راح. طبعا في شجر واخد بالك، في شجر هناك بقى الجيران بقى بتقفل بقى الشوت، بتقفل الشوت بتاعتك بشجر متوزع، فانت في 100 كده جايين من لا شيء، فعندك نص مليون. العربيات يا جماعه، العربيه الواحده هتلاقي عامله مليون مثلا، عربيه فيها تفاصيل كتيره قوي وفيها سموثل كتيره جدا عشان خاطر تديك ايه، تديك الكيرف اللي موجود وبتاع اوتوبيس وكده. فانت ما شاء الله عندك بتاع 300 400 مليون كده بلوكات بس. اعمل ايه بقى؟ بعمل حاجه اسمها فيري بروكسي. حضرتك بتدخل البلوك اهو، تمام. البلوك ده حوالي قلنا 400، خدتوا بالكم اهو 466. لما بدوس كده رايت كليك لازم تسطب فيري، ها بلاقي عندي حاجه اسمها فيري مش اكسبورت. كلمه مش يعني مجسم، تمام، كلمه مش. ففيري مش اكسبورت يعني انا عايز اصدر مجسمات بره البرنامج عشان اقلل البوليجونز، ما المش ده اللي هو الجسم اللي هو البوليجونز نفسها، تمام. فبدوس كده على كلمه اسمها فيري مش اكسبورت، فبيبدا يديني القايمه دي. بعمل ثلاث حاجات في القايمه دي. اول حاجه هتعمل اكسبورت فين، فلازم تختار مكان هتعمل اكسبورت فيه. هي كل الفكره ببساطه ان هو بياخد الجسم يرمهولك بره ويسيب لك نسخه شبهه جوه، مش مقريه او مقريه بعدد قليل قوي، تمام، ويستمد شكله من هناك بحيث لما يطلع الريندر تطلع لك نفس الحاجه كانها موجوده جوه. هي دي فكره الفيري بروكسي، يعني مش اكسبورت او بروكسي، فيري بروكسي، تمام. ده سحر بالنسبه لنا يعني. فانا بقول له براوز كده، ودايما سيف البروكسي بتاعت المشروع مع المشروع نفسه، يعني البروكسي بتاعت البروجكت ده بتاعت البلوكات دي في الفايل بتاع البروجكت بتاع الجراديويشن. فانا اروح مثلا في دي بي سي في الدي في الجراديويشن بروجكت في مش عارف ايه، اعمل نيو فولدر كده، هاي كده على الديسكتوب مثلا، هعمل نيو فولدر هسميه بروكسيز، بروكسيز اهو، واقول له اوكي. يبقى انا كده بسيب في الدي في مش عارف ايه في بتاع في فولدر جديد انا عملته اسمه ايه بروكسيز عشان احط بقى البلوكات كلها جواه. يبقى دي اول خطوه. تاني خطوه بختار اوبشن كده اسمه اكسبورت اول سيلكتد اوبجكت ان ا سنجل فايل. يعني ايه الشجره ديت عباره عن ايه؟ عباره عن جزء ده اوبجكت، والورق اوبجكت، والغصون اوبجكت، صح، في كذا اوبجكت دليل ان انا عملت لها جروب. اي بلوك بيدخل يا جدعان الاول لازم اعمله جروب، عشان لو ما عملتلوش جروب هيتنطور مني مش عارف المه تاني. العربيه هتدخل هتلاقي مثلا 200,000 اوبجكت، الدريكسيون لوحده والكراسي والصواميل والمسامير معايا. فهو بيقول لك تحب كل حته في البلوك اطلعها بروكسي ولا اطلع كل البلوك بروكسي؟ لا، بقول له كله بروكسي واحد، تمام. فاقول له ايه اكسبورت اول سيلكتد اوبجكتس ان ا سنجل فايل، ادوه لي في بروكسي واحد. اخر حاجه بقول له اوتوماتيكلي كرييت بروكسي، دي اخر حاجه خالص. يبقى انا بختار المكان بقول له طلع لي كله في اوبجكت واحد، وبقول له اوتوماتيكلي كرييت، بقول له اوكي. الطبيعي ان انا لما اقول له اوكي هتتصدم في حاجتين، هياخد وقت شويه، هي نوت ريسبوندنج ممكن لو انت قعدت تلعب فيه كده. تاني حاجه الشجره دي هتتشوه، بصوا كده اوكي، شايفين الشجره بقت عامله زي الملوخيه. بص الفايل بقى كام، 319,000، يعني الشجره بقت 10,000، كانت 400,000 بوليجون نص مليون، بقت 10,000 بس. هاي شايفين، انا بدوس الت كيو، افضل دايس على الت كيو عشان يجيب لي الرقم بتاع ده. الت كيو انا ستيل دايس على الت كيو لان كده بيجيب لي الايه البروجكت كله. طيب ايه يا باشمهندس ايه المنظر ده؟ لا دي الشجره، ما تقلقش هتطلع رندر شجره ما تخافش. بس هو عشان يديني 10,000 بوليجون، انت متخيل حاجه 400,000 بوليجون، 400,000 سطح بقى 10,000، طبيعي دغدغت يعني. يعني دول قدامي عباره عن 10,000 سطح معايا. ابدا وزعها بقى، ابدا امسكها كده، تعال بس نخلي سنتر تو اوبجكت البيف مهمه ممكن. وفي بلجن في الاخر انا بدوس اسمه فورست بتاع لاند سكيب، بس الفورست ده هنصحك تشتغلي بيه بره،
ما تشتغليش بيه جوه يعني. وان كان في بروجكتس اللي فيها جرين كتير لاندسكيب وبتاع هقول لك استخدميه جوه. ده بيحط شجر نوعها بروكسي دايركت، انا ما بعملش حاجه وبختار منه هو وما بختارش من بره، ولو عايز من بره بينفع برضه، ويوزع اوتوماتيك ويغير الزاويه ويغير الاتجاه ويغير الارتفاع ويغير الحجم، فبيديكي فرايتي عاليه جدا جوه المشروع. انا ما عنديش انا غير كام حته يعني، كام حته نجيل بحط فيها الشجره قفلت، فمش محتاج ان انا استخدم فيها الفلوس. شجره عادي جدا ما فيهاش اي حاجه، شايفين وقت الريندر بيبقى واحد